الشهر اللي فات حلت تقول 100 مليون. $99,973. ليك خشية. شو الاوروبيين، الاوروبيين عندهم الحلم الامريكي. الاوروبي كيجي هنايا كيدوخ، كيشوف الامريكان هنايا، كيشوف بنادم مش عنده فاش ساكن تيدوخ. انا الشهر اللي فات، انا عليك اخويا سفيان، وريني شحال دخلتي في الشهر اللي فات، وريني بالراجل. الشهر اللي فات انتم اخوت هما يوريكم شحال تخلص في الشهر اللي فات. زيدوا انا دو انا براسي راه انا تنحشم قدام هذا السيد، انا تندير راسي راني في المغرب اخا يقول ريش. والشهر اللي اجي قريش قريش دبرنا هذاك البيسي اللي حداك، زعما ما دبرناش شيخ، ديما نجي نجلس حداك تما نخدم انا وياه. عطاني شو عطاني غير 30 مليون انا صافي ونجي. وليني راه كل شهر وكيفاش، بحال الشهر هذا 87 مليون 100 مليون. عرفتي انت خاصك تصوني على ذاك السيمو لايف ولا ما عرفتش سميتو، قول له اجي قول له اجي نشوفو. واش بنادم تيهضر معاك تيقول لك اسمع بنادم تيهضر معايا دابا في اللايف وتيهضر معاكم كاملين تيقول لكم دخلت غير 100 مليون في الشهر، هم اوردري اونلاين تيعطونا ب 8 مليون. عرفتي العام اللي فات في 2020 انا تنعاود هادشي، ما عنديش مشكل، فهمت؟ عرفتي الرئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه شحال كيتخلص في العام؟ شكون هو؟ الرئيس ديال الولايات لا الرئيس ما كيتخلصش بزاف ما كيشدوش كاع ديك الفلوس اللي خلصها هما اصلا. 400 كيتخلص 400 مليون العام، 400 مليون فهمتي مزيان. العام اللي فات دخلت 700 مليون، هذا العام ان شاء الله، هذا العام خويا غير حبس اخويا ما تقول صافي انا راه ضرني خاطري انا نمشي بحالي دابا. انا شنو ندير انا اصلا ودابا يجاوبني، انا شنو ندير انا هنايا جالس هنايا شنو ندير ما عرفش هذا العام. ويجي واحد دابا راسو مربع، اسمع ودابا كيجي واحد راسو مربع وتيقول لك ميريكان ما بقى فيها ما يدار. لا 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 فيها شيء. وريهم البيتشيك الاخر، وريهم البيتشيك ديال الشهر الاخر ماشي هذا. وريهم الشهر الاخر كاع، الشهر الاخر كانوا عندي جوج ديال الشيكات، حيت زاد عندي دري تيعطيك الشيك ديال الخدمه اللي درتي، وتيعطيك الشيك ديال بيست اون ذا اورلي بيست اون يور. قريش والله طلعتي معايا السخانه صاحبي وحق الرب. تخيلوا معايا صاحبي دابا هذا الشهريه ديالو في المغرب شنو هي؟ حنا كنقولوا هي 3000 درهم 4000 درهم شي حاجه، و100 مليون مغربي يا صاحبي. وتنقول هذا الشيء يا صاحبي كنت بفخر، ماشي زعما انني انسان حشمان ولا ما باغيش الماضي ديالي. انا الحمد لله كنعتز بالماضي ديالي كل ما هو. ما يعني فاش كنتي خرج الشيء يعني حتى الماكله ما كتلقاهاش؟ ما كانش يا صاحبي، ما كنفكر انه غير فاش النعاس صاحبي، ما كاينش ما ماشي بزاف، شي 3 ايام ولا هكا ماشي بزاف. ومن تما نجحت في الباك ودرت درس سيكسيون انجليز، تحولت للدار البيضاء، ومن تما الحياه ديالي غادا تبدل. تحولت للدار البيضاء في 2011، تلاقيت مع ناس تمايا كيما قلت لك، تلاقيت مع خونا اللي مشى في هذا البروغرام اللي مشيت فيه انايا. سيفيو اسمح لي قول شكرا خوتي، حاولت سيفيو هاد اللايفات بحال هكا يعني موتيفاسيون. سيفيو بالرجل عافاك، راه عندي شي كاينين شي دراري قنوات في يوتيوب كيلوحوا اللايفات ديالي عافاك لوحوها، لان ما كنسيميالاش اللي بغى يلوح شي لايف الله يسهل عليه، ما عنديش مشكل ترزق بحال هادو سيفيهم. والله انا شي مرات كان تمسحوا ليا، المهم سيفيو بحال هاد اللايفات. كمل الله يحفظك. وسميتو قريت تمايا، وكنت صاحبي الحاجه اللي نبغي نقول بنادم انه يترافق مع بنادم اللي باغي يزيد لقدام، فهمت؟ بنادم اللي عنده واحد الوجهه وباغي يوصل لشي بلاصه تمايا، ما تبقاش صاحبي مع بنادم ما عنده حتى شي فكره في بلاد في راسه، وديما تيلوم كيلوم الحكومه ورئيس الحكومه. وحنا راه الشعب صاحبي، حنا راه حنا من هادي العصا. لا كاينين شي واحدين بصح صاحبي، حتى حنا راه صاحبي. انت باش كنتي خرج شي زنقه ما عمرك مشيتي للبليه ولا شي حاجه؟ لا عرفتي علاش؟ مع كنت بوحدي وبنادم عارف القصه ديالي اللي كيتلاقى معايا، حتى بن احمد كان صغير تمايا فهمت، بنادم عارف اش كاين اللي كيتلاقى معايا كويا، حاجه ما ديرهاش ما تبلاش، حيت انا المصير ديالي كان انه هو انا نتبلى فهمت، ما كاين حتى شي واحد اللي تيسول فيا، ما كاين
اللي تيتلاقى معاك ويا ما تبلاش. وكل صيف كل صيف كنمشي عند كنت كنخدم نجار، والنجار اللي تنخدم عنده صاحبي كان تيبوض تيبوضني ديال بصح. وبداك التبواض ديال بصح ديال الصيف ما بقيتش كنحمل الخدمه صح. ديما كنقول اللهم صايا سيمانه اول سيمانه تخلصت فيها نجار 10 دراهم اول سيمانه، وكنت عاقل عليها بحال دابا. جيت كنجري للدار اصاحبي، كن ال10 دراهم اللي تنتخلصها كنت كنعطيها لجداتي، وجداتي كتجمعهم ليا، وملي تتوصل الوقت ديال القرايه كتجبد هذوك الفلوس اللي جمعت وكتشري ليا بهم الكتوبه وكتشري ليا بهم الحوايج. اول حاجه تخلصتها كانت 10 دراهم. والله الا باقي اش شي شي ذكريات ديال باقي عاقل عليها بحال دابا. كان الشمس وفرحان بديك العشرة دراهم، حيت ضربت عليها تماره وضربت عليها طلع الصاع طوالية طلع الصاع طوالية. وشوف وحتى في المدرسة راه ما كلتش شي نابغة ولا شي حاجة، خوكا متوسط 11 12 10 هادشي باش دايزين. الفرنسي والو، العربية والانجلي صافي، الفرنسي ما بديتش معاها. كازا هادشي هذا اش من مدرسة في كازا؟ لا ماشي في كازا، ماشي في كازا، شي في سميتو فاش كنت في الليسي. كازا مشيت لبنمسيك، قريت في بنمسيك، قريت الكليه ديال بنمسيك، قريت الانجليزيه تمايا. وفهمت موراها شحال دوزتي تمايا في الباك تنجحتي؟ دوزت 3 سنين. والحاجه اللي بغيت نقول للدراري يا صاحبي، الانسان اللي باقي تيقرا، انا كنت الشيء اللي كنت كندير، انا كنت كندخل اول حصه في كل عام، تندخل القسم، ترجع اللور وتنجلس، وكنشوف شكون اللي تيقرا مزيان، وكنتصاحب مع دوك الدراري اللي تيقراو مزيان. والوالدين ديالك كانوا في اتصال معاك ولا ما حتى واحد غير دوك؟ الوالد ديالي كما قلت لك توفى. لا يا ولد الوالد، راك عارف ملي كيدير مزيان راه كلشي كيولي حبيبك اصاحبي، كلشي تعيط لك، كلشي فينا السي محمد فينا. لا في ديك الوقيته، لا في ديك ديك الوقيته حتى واحد ما باغيك اصاحبي، راه حتى كنتي كتحس بداك الاحساس ديال جداتك اللي مهلايا فيك بوحدها ديما. راه ما كان حتى جداتي كانوا عليها ضغوطات من عند ولدها. راه قلت لك راه حتى واحد ما كان باغيني يعني. يتيم يعني قال يتيم معنى تماما، يتيم يتيم بالمعنى فهمتي، ما كاينش اللي تيفكر فيك. وحتى من الجد ديالي كان عقل عليه فاش توفى، الناس تما والعائله وكيشوفوا فيا كانوا ما حزنوش على جدي، ولا اني حزنوا عليا انايا حيت عارفين اش كان غادي يدير عمي فهمتي. كانوا حزنوا عليا انا اكثر ما حزنوا عليا حزنوا على جدي. وليني الله كبير، الله كبير، بنادم يفكر الله كبير، والانسان غير فهمتي يكون عنده واحد الهدف ويكمل عليه والله غادي يصوب. قلت لك مشيت دفعت لهذا الناسا بروجرام، دفعت المره الاولى وما تقبلش، وكان عندي اكفس نهار في حياتي يا شير. وماشي ما تقبلش حيت ما كانش عندي اللغه ولا ما كانش عندي الكواليفيكيشن. سولوني قال لي انت دابا غتمشي لامريكان، هذا السؤال الاخر، قال لي شنو انت دابا واش عندك شي حاجه اللي غترجع لها للمغرب؟ وانا ما عنديش الاكسبيريونس، ما عرفش لا ما عنديش، انا فهمت ما عنديش شي مشكل نمشي لامريكان، ما عندي حتى شي علاقه زعما ولا شي رابط هنا مع المغرب، وما باغينش بحال ما كيخافوا بنادم يجي هنا ويهرب فهمت. العام الثاني عقدت فهمت، قلت ما نديرش نفس المستيك. وتعزلت وجيت هنايا كيف ما قلت من قبل، كل شيء كان مخلص. انا ما كان فهمتي الفقره صاحبي، راه كنا بعض المرات ما عندك والو، ما عندك الطوبيس ما كتصيبش باش تخلصي يا صاحبي، باش تمشي مثلا تمشي للكليه. والحوايج كنت كتبز غير دوك القدام ما عندك الحوايج القدام مصبنين مقادين، بنادم راك عارف المغاربه تما راك حنا كاملين بحال ما تعرف من اللي عنده اللي ما عندوش فهمتي. ماشي بحال هنايا، هناك تعرف بنادم اللي عنده وبنادم اللي ما عندوش. انا في سميتو في المغرب راه حنا كاملين خوت كلشي بحال. جيت هنايا قريت هنايا عام، درت البزنس المانجمنت. الانسان بنادم اللي تيقرا ملي تقرا دير شي حاجه اللي تقدر تفيدك، واخا انا من قبل ما درت شي حاجه اللي فهمتي اللي كانت مطلوبه، حيت خديت الباكالوريا ديالي
الاداب العربي وخديت في الاجازه ديالي في الاداب الانجليزي. يعني حاول انسان يكون عنده واحد تخصص، يعني مثلا انجينير او شي حاجه متخصصه، ما تكونش ما ديرش بحالي، فهمتي؟ هذاك الشيء علاش انا بغيت ندير بزنس اند مانجمنت. قريت هنا المده ديال عام، تعرفت على الزوجه ديالي، احنا دابا مزوجين المده ديال 5 سنين، الله يعطيها الصحه. أمريكانية الله يعمر لي الدار، الله يعمر لي الدار. تاي دابا فهمتي، تلاقيت انا وياها مقرد، تاي مقرده، ودابا الحمد لله دابا مريحه في الدار، ما تدير حتى شي حاجه. يلاه تزاد عندنا وليد شي ثلاث ديال السيمانات دابا، وراه هي عايشه الحياه هي، فهمتي؟ واحد الانسانه بسيطه، وانا بسيط والله لاقانا. رجعت للمغرب في 2015، ملي قريت رجعت للمغرب في 2015. وبنادم اللي تيجي تيقرا هنايا ولا تيدير شي حاجه، تيحسب لي ملي غنرجع للمغرب راه البيبان غتكون مفتوحه، شي تمايت 3 شهور وانا تيقلع بالخدمه ولا والو. هادشي علاش قلت لك، ملي تكون في الفيسبوك دير لايك وجيم وفالو لي باج اللي تيلوحوا الفرص لي. طلعت من الفيسبوك في دار امريكا، لاحوا ان لا ديريكتريس دو لا شامبر دو كوميرس امريكان غادي تجي لدار امريكا وغادي تحضر على البيزنس انفايرمنت في المغرب. باقي عقلي بحال دابا، هادشي في 2015. لبست احسن لبسه عندي، كان عندي داك كوستيم شفتو معايا من هنايا، طبعت 4 ديال لي كوبي ديال السي في ديالي، ومشيت تمايا. ريحت، هضرات هي يوم اللي سال كل شيء، كاع داك لونغلي اللي تعلمته في الميريكان تنوقف هنا وتنبدا تنهضر لا 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 تنجلس، وداك الشيء بحال شي فيلم والله، تنوض عاوتاني، فهمت؟ وعجبتها. وفي الاخر مشيت عندها وقلت لها هات راه السي في ديالي، راه يلاه جيت من الولايه ديال ميشيغان وراه تنقلب على خدمه. قلت لي عندي واحد كونفرنس هنايا في ليزيتازيني، وانس ملي نرجع نعيط لك. وفعلا رجعات عيطات عليا، مشيت دوزت لانتيرفيو، قالت لي تجي تخدم غدا، قلت لها نجي نخدم غدا. ومشيت وخدمت، بقيت خدمت في لاشامب دو كوميرس امريكان عامين تما، خدمت عامين وعامين. شوف اصاحبي راه سبحان الله اصاحبي، العامين اللي خدمت فيها تمايا تعرفت على السفير ديال الميريكان اللي كاين تمايا في المغرب، دوايت بوش، راه دابا راه ولا كاين واحد اخر تمايا. تعرفت على بنادم اللي في القنصليه، اللي خدمت مع بنادم اللي في القنصليه اللي دوزوا لي الانترفيو فاش تزوجت. يعني كلشي فهمتي، الحمد لله كلشي كان ميسر. 2017 جيت هنايا، جلست واحد المده ديال 3 شهور، ولكن نقول لك هادشي غير فهمتي، غير شورت فيرجن. بحال داكشي مرتب لك باش تجي لميريكا انت؟ تماما، كنقول غير شورت فيرجن، راه كاين بزاف ديال المسائل اللي كانت دازت عليا، ولكن الحمد لله كنقول اي حاجه دازت لك الا وهي جهزاتك للمستقبل ديالك. جيت هنايا بقيت 3 شهور جالس، ودفعت هاد الكويك لونز، دفعت ليهم، مشيت دوزت الانترفيو صافي، بديت خدام. خدمت في 2018 العام الاول. بديتي عادي يعني كتخلص عادي؟ تخلص عادي، دوزت الامتحان ديالي نجحت فيه. العام الاول دخلت فيه 90 مليون، وديك الساعه 90 مليون مية. العام الثاني دخلت فيه 300 مليون. العام اللي فات تمام، العام اللي فات دخلت فيه 700 مليون، وهذا العام ان شاء الله غندير مليار. وهادشي من زيرو يعني. خذ يلا كلشي صفق، كلشي صفق من زيرو، ما فهمتي؟ اجي ما كاين حتى شي حاجه. نسولك واحد السؤال دابا، فاش شفتي في الاخر العام ديال انك ضربتي 700 مليون، ما تفكرتيش ديك الايامات ديال النجار اللي كيعطيك 1000 فرانك وكيفاش حياتك؟ يعني كلشي كلشي ما نقولكش مره ولا جوج ولا كلشي تيدوز لك بين عينيك اصاحبي. هضر ليا على هذا، هضر شنو الشعور ديالك انك تشوف 700 مليون اللي ضربتيها في عام، ودابا كتوصل تبارك الله حتى 100 مليون 120 في الشهر،
وكنتي كدير بها الفرانك في السيمانه يعني شرح لي ملي كل شهر كتولف هذاك تشيكس بحال كتولي نام تون فهمتي كيجيو كيجيوك عاديين واللي ملي كتفكر فيها تخيل انني كنربح اللاتري every month. Wow. It's like a lottery every month. Like the money that I'm making right now. أنه مثلاً بحال كتجيك القرعة كتجيك كل شهر كتجيك القرعة. تخيل أن كل شهر كتجيك القرعة. كل هذاك الإحساس. كل شهر كتجيك الإحساس. ولين الإحساس الحمد لله اللي تنفتخر به وتنحس براسي مزيان أنه الناس اللي فهمت اللي تعاونوا معايا تنتعاون معاهم وتشوف الفرحة فيهم. وتانا فهمتي كتجيني الفرحة الناس اللي تبناوني الوالدة ديالي هذوك وما صاحبي هذوك ولا الإحساس اللي اللي كله أسئلة اللي شوية قاسحين الوالدة اللي خلاتك كتواصل معها تنتواصل معها وفهمتي وكل ما كل ما كل ما تزوجات وكل ما دارش ما نقدرش نقول هنايا فهمتي ما نقدرش ندير لي انت حاقد عليهم ما حاقد شي فهاد ملي كتوصل ما تبقى حاقد على شي واحد كتولي الدماغ ديالك تيبعد على كل شيء كتقول هذا الشيء ما غاديش يدخل لي الراحه النفسانيه ديالي غير تبعد علي فهمتي ما كيبقاش ملي كتكون فهمتي ملي كيكون مع داك ما يدار و لسوء لحد كتفشل في الحياه كتبقى كتقلب على دوك الناس اللي كتلومهم ولين هذوك الناس اللي كل ما عمي كل ما جراش عليا انا ما نوصلش فين نوصلش كوراني باقي كنسرح كوراني باقي خدام مع النجار كوران ما فهمتش كوراني ما كما كيقولوا ما تهرجش يا هو داك المثل ديال whatever doesn't kill you simply makes you stronger تمام هذيك الضربه اللي ما قتلاتكش انت رداتك وكايا تمام والانسان تواصل مع الوالده ديالك عادي ودوك الناس اللي خلاك وعمك مثلا وكا لما كنتواصلش مع عمي عمي ما هضرش معاه لمدة 12 عام دابا ما كنتواصلش معاه هو ما تيتواصلش معايا يعني تسامح تخبرك واحد الحاجة تلاقيت انا الناس بحال هكايا من المغرب ولا من المهم من المغرب كانوا خلاوهم والديهم فاش وصلوا لاج ديالنا هكايا جبد له والديه يسبهم هكايا ولا يقول كاين عند دينهم كدا هما ما عقلش عليا انا ما نعقلش عليهم ولا كاع اللي ما يسبهمش يقول لك صافي انا ما تجبليش والدي يعني صافي يعني هذوك اللي رباوني عندي حسن من عرفتي ملي عرفتي كان عندي هذه الفكره ديالي يعني مسامحهم انت مسامح اللي رماك تماما كانت عندي هذه الفكره ما كنتش ما مسامح حتى شي حد ولاني ملي عرفت الظروف ديال الوالده ما سمحت ليها حيت كون الوالده كون بقات تمايا كان خاصني نخرج من القرار